السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي السفير فانتكات، نحن الآن مباشرة من مدينة الهرورة أو جماعة الهرورة التابعة لتراب عمالة صغيرة تمارة. وإذن الأشغال الكبيرة اللي كتعرف الطريق الساحلية، جات واحد الدراسة لبعض المحلات المجاورة للطريق الساحلية وبالضبط شاطئ الرمال الذهبية. عندنا صيدلية وعندنا كذلك مقهى ومحلات مجاورة. كنشوف هنا العملية ديال الهدم، كنشوفوا العملية ديال الهدم بحضور رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة، ويعني الحمد لله الأمور يعني غدا على ما يرام، بانتظار إن شاء الله بانتظار أنه بعد ما غتتم عملية الهدم أكيد غيكون واحد العمل مؤقت لهاد الناس هادو، حيتما يتم إعادة البناء ديال المحلات ديالهم في نفس المكان وبجودة عالية واللي كتحفظ السلامة ديالهم وسلامة المواطنين. وهنا كنشوفوا أول محل يتم الهدم ديالو في انتظار المرور للمقهى والصيدلية إن شاء الله. متابعي السفير فانشكات، كما كتشوفوا هنا العملية ديال الهدم ديال أحد المحلات. وبالنسبة للصيدلية بحكم أنها كتوفر على الدواء مجموعة من الأمور خاصها واحد المكان اللي يكون مؤقت اللي غادي يبقى تقريبا في نفس المكان بالقرب من الطريق الساحلية، غيبقى المكان ديالها مؤقت واللي غادي تشوفوه معنا في الصورة بالضبط في الفيديو إن شاء الله، واللي هو هذا اللي هو هذا بالضبط هنا فين غتحول لافارماسي مؤقتا رأيتها ما يتم إعادة المحلات البناء ديالها. وفي انتظار إن شاء الله انتهاء الأشغال والتعويض ما يمكن تعويضه إن شاء الله لنا عودة في الموضوع. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مباشرة من الهرورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.